مساء الخير كابتن ايمن، من جديد بتواصل معاك ومعانا واحد من نجوم اللقاء النهارده كابتن حسام حسن مهاجم فريق النادي الاهلي. يعني كابتن صلاح حافظ في البدايه وانا بتكلم معاه اشبك جدا، قال له حسام كان دوره هايل النهارده مع الفريق وساعدنا كتير جوه داخل الملعب. يعني تعليقك على الكلام دوت وعلى اداء زمالك النهارده. بسم الله الرحمن الرحيم، انا برحب بالكابتن ايمن وضيوفه الكرام في الاستوديو التحليلي. لا والله كابتن سيد دي شهاده يعني الواحد بيعتز بيها، خاصه ان احنا النهارده ده تاني ماتش برده مع مجموعه اللعيبه الصغيرين، يعني اللي هم المفروض بقى من الصغيرين دلوقتي هم خلاص بقوا لعيبه كبار بيتحملوا المسؤوليه. احنا بنلعب باسم النادي الاهلي، فاحنا الحمد لله احنا كنا داخلين الماتش مركزين جدا بنكمل على الماتش اللي فات، ودي تجربه وفرصه لي للناس اللي ما كانتش بتشارك بقى لها فتره كبيره والمجموعه اللي احنا بنشتغل معاها بقى لها فتره. فالحمد لله احنا يعني احنا النهارده كنا عاوزين ناخد الثلاثة بونت، خاصه ان احنا كنا بنلعب تيم كلاسيكي الاهلي والاسماعيلي، ده ماتش جماهيري. فالحمد لله ان احنا قدرنا نطلع بالنتيجه دي، وثقه على الماتش الجاي ان شاء الله نعمل حاجه كويسه للنادي الاهلي ان شاء الله وجماهيره. حسام زي ما قلت يعني النادي الاهلي زي ما بنقول دايما انه واحده واحده، اللاعبين كبار صغيرين كلهم واحده واحده، بتقعدوا تتكلموا في ايه؟ يعني ايه الحوارات اللي بتدور بينكم في اوضه اللبس وبتتكلموا مع اللاعبين الجداد اللي معاكم ازاي؟ لا والله هو يمكن احنا مركزين احنا مع نفسينا مع النادي الاهلي، احنا بنلعب باسم كبير وليه شعبيه كبيره طبعا، والجمهور مستني ان هو يتفرج على ماتش فرقته. لا احنا مركزين جدا ان احنا كنا نعمل نتيجه ايجابيه النهارده مع تيم النادي الاسماعيلي اللي هو بيمر بازمه من فتره في الدوري، فاحنا كنا مركزين ان احنا لازم نطلع باحسن شكل وبنتيجه ايجابيه ان احنا نكمل عليها في المجموعه كده ان شاء الله. فان شاء الله انا بتمنى التوفيق لكل اللعيبه والجهاز الفني في الفتره الجايه، وان شاء الله نعمل حاجه كويسه للنادي الاهلي ان شاء الله. رساله جمهور النادي الاهلي اللي مستني منكم كتير جدا، طبعا انت عارف ان جمهور النادي الاهلي طموحه بلا حدود، ودايما اي بطوله النادي الاهلي بيدخلها بيبقى جمهوره هو هدفه انه ياخد رقم واحد. طبعا جمهور النادي الاهلي رقم واحد طبعا، يعني الاداره والجهاز الفني واللعيبه، فاللعيبه بتشتغل عشان تسعد جمهور النادي الاهلي، خاصه ان احنا بنشارك في بطولات كتير، فكل بطوله احنا مركزين فيها ان احنا ناخد احسن حاجه وناخد البطوله عشان الجمهور يعني لازم هو البطوله، انت بتلعب باسم كبير وشعبيه كبيره، فان شاء الله احنا مركزين ان احنا نركز في كل بطوله احنا بندخلها ان شاء الله يعني نتوج بيها ان شاء الله ان شاء الله. يعني الدوافع وعدم المشاركه بصفه اساسيه الفتره اللي فاتت، وجود يعني رابطه كاس رابطه الانديه، شايف ان دي فرصه وشايف الدوافع ازاي اللاعبين ما كانوش بيشاركوا الفتره اللي فاتت؟ طبعا هو بص انت بتلعب وكل واحد بيستنى دوره، واللي بيلعب واللي ما بيلعبش ده انت لازم تركز، انت بتلعب في اسم باسم النادي الاهلي، فدي حاجه لازم انت تكون عامل لها حساب، ولازم انت تكون مركز على طول، ولازم بتتمرن كويس، ولازم تبقى ملتزم في كل حاجه، عشان انت التقييم بعد كده مش بيبقى من الجهاز الفني بس، ده بيبقى من الشارع وبيبقى من كل حاجه، فانت لازم انت تعمل كل حاجه عشان تقدر تسعد جمهور النادي الاهلي، بس ده اهم حاجه. شكرا حسام، اتمنى لك التوفيق في الجاي ان شاء الله. حبيبي ربنا يخليك، شكرا. كابتن ايمن ده كان لقائنا مع حسام حسن مهاجم فريق النادي الاهلي، يا رب دايما.